يبدو أن الساحة بمحافظة حضرموت ستكون على موعد مع بعض الأحداث. هنا وفي هذه القاعة حددت ما تعرف بلجنة التصعيد العليا للمطالبة بما قالت إنها حقوق أبناء حضرموت موعدا لانطلاق فعالياتها الاحتجاجية أمام شركة بترومسيلة أكبر الشركات الوطنية النفطية بالبلاد، في محاولة للضغط على الحكومة المتهمة من قبل لجنة التصعيد بممارسة سياسة تسويفية تجاه التوجيهات الرئاسية المتعلقة بمطالب حقوقية وخدمية لأبناء المحافظة. الحقوق تنتزع، نحن لنا أكثر من 10 سنوات ولدينا توجيهات من أعلى سلطة، ولكن للأسف الشديد لم تكن هناك متابعة، وإلى يومنا هذا وإحنا نعاني. اللجنة التي تشكلت بموجب مخرجات اللقاء التشاوري الموسع والذي انعقد بالمكلا في يونيو الماضي أكدت أن قرار بدء التصعيد جاء بعد سلسلة لقاءات وتفاهمات أجرتها مع جهات مختلفة خلال الأسابيع الماضية. طالبة بالحقوق، ومن ضمنها توفير مولدات الكهرباء، ومن ضمنها توفير المحروقات للكهرباء، ومن ضمنها توظيف أبناء حضرموت في كافة الشركات العاملة في المحافظة. ما أن أزاحت لجنة التصعيد الستارة عن موعد انطلاق فعالياتها الاحتجاجية حتى بدأت حالة من الجدل والضبابية تتشكل حولها، وتحديدا مسألة مدى جدية دعم الأجهزة الرسمية بالمحافظة لمثل هكذا تصعيد. السلطات بالمحافظة أصدرت تعميماً تحذر فيه من إقامة أي تجمعات أو لقاءات تخوض في الشأن العام دون الحصول على تصريح مسبق، داعية الجهات الأمنية إلى القيام بواجبها لتطبيق ذلك. هذا التعميم ولو كان غير بجديد، إلا أن توقيت إعادة إصداره وبعد ساعات من إعلان موعد انطلاق فعاليات التصعيد دفع بالبعض للتساؤل حول ما إذا كان الأمر موجهاً صوب لجنة التصعيد وما قالت إنها ستذهب إليه. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.